الشوط الرابع والارسال لسنغافوره. يا سلام، نقطه رائعه جدا على للعبتين صراحه، نقطه رائعه وحركه. لاحظ الحركات، شوف شوف الحركه، كل من ياخذ مكانه وكل من يعني يشوف دوره في اللعب. اعتقد ان حركات الرجلين كانت متناسقتين عند الفريق الصيني والفريق السنغافوري. 2-0 الان. بداية جيدة لفريق السنغافوري و 3-0. أربعة صفر. هما لابد الفريق السنغافوري يعود للمباراة. أول نقطة للفريق الصيني. شوف التفاهم، أن راح تلعبها جهة اليمين، لاحظ تلعبها قصيرة، ثم دائما تكون الكرات يعني متفقين عليها، لأن أنت ما تلعب بنفسك، تلعب مع لاعب آخر. ثلاثة خمسة والفريق الصيني عائد للمباراة. تقدم 2-1 للفريق الصيني. خمسة أربعة نقطة الآن. خمسة ستة. الفريق الصيني حركته أفضل على الطاولة، مثل ما قلنا عشان الإيد اليسرى والإيد اليمنى تلعب مع بعض في الزوج هم الأفضل. 6-6 وعودة للتعادل مرة أخرى. نقطة سهلة، لابد كانت تلعبها بالفور اند. تايم اوت اول للفريق السنغافوري، وهذا طبيعي انه خسران الشوطين وخسرت 3 نقاط متتالية واربع نقاط متتالية، لابد من اخذ بريك او ضغط مستقطع. وهذه الجالية الصينية المتواجدة في دولة قطر لتشجيع فريقها في هذه البطولة. Thank you.
طبعا التايم اوت عبارة عن دقيقة واحدة يختارها الفريق في خلال المباراة لمرة واحدة. ثمانية ستة للفريق الصيني. ثمانية ستة الآن. نقطة مهمة الآن لتغيير لفارق الثلاث نقاط. يا سلام يا سلام. استقبال سيء من اللاعب سن. سن لاعب سن. استقبال خاطئ في المنتصف وعالية. يا سلام يا سلام. نقطة مهمة ونقطة حلوة كانت للفريق الصيني وعشرة ستة وأربع نقاط لأخذ الشوط الثالث. فرصة رائعة وفرصة صراحة. واللاعب مثل ما قلت لكم الفريق الصيني أفضل بعد الشوط الثاني. 7-10. نقطة سهلة ضاعت على الفريق الصيني. أعتقد أنه لابد عدم ضياع هذا الشوط لأن كانت أربع نقاط فرصة فعدم ضياع الفرصة دي. الآن أعتقد فرصة بالضبط بالضبط 11-8 و3 أشواط مقابل شوط. الفريق الصيني افضل. بدايه يعني كانت متعثره في الشوط الرابع.